أينما وليت وجهك تتراءى لك القمامة ومياه الصرف الصحي وروائح كريهة، والسيدات سئمن المكان. نحن رانا حشمانين دركا، نحن الطريق هاك تشوفوا زيماه بلعه بالحجار، الزيقاوات مبوشيه، المخامج، واحد ما يجي يطل علينا، واحد ما يجي ينشد علينا، تاع الباطيمه باكين فعندهم والو منهمشين. حي بن عمر يعاني، الحي بن عمر كامل لا لا في الهم في لا الحنوشه، الدنيا كل كلتنا كلتنا كلش. راي مني خرجت فلان طلعنا حنانا، راي الباطيمه تطيح بالنفشه، راي الناس قاعدة في خربة كبيرة، راهي البلطينة تجري علينا ويدان ويدان، ونحنا نباتوا نمسحوا كي ولادنا كي بناتنا، نباتوا نهزوا في الباليات، رانا في الهم، رانا نروحوا للبلدية ما يعطوناش حق. قاعة العلاج المهلهلة تغمرها المياه القذرة، والإكمالية محاصرة، وشروط الحياة الصحية تكاد تنعدم. شوف شوف لك ريش وزي اللي عايشين فيها اخويا، شوف شوف انا مرضنا، انا مرضنا بالحساسية ومرضنا شوف هذه كريش يدوي فيها النياسة. نائب رئيس البلدية يرد، فهل يقنع الرد؟ مؤخرا تم تصحيحه، وبإذن الله عن قريب ينطلق المشروع قناة الصرف الصحي. هي صرخة رجال وحرائر حي بن عمار، والأمر يحتاج إلى متابعة من المسؤول الأول بالولاية وإلى قرار.